معكم الراقي بدر الدين أبو إسحاق من مدينة الدار البيضاء، المتواجد بمنطقة أناسي، المشروع السلام واحد بمركز الفرقان. بدر الدين هو راقي كباقي الرقاة، مفهوم، وهو باحث كذلك في عوالم وخفايا الجن، متخصص في علاج يعني جميع الحالات المستعصية بإذن الله عز وجل. يعني فيما يخص الأمر اللي كنتي طرحتي عليه فيما يخص الأسحار بخصوص هذا العيد المولد النبوي، فالتجديدات ما كتكونش بحد ذاتها بعيد المولد النبوي، تقدر تكون يعني أسحار مرفوقة بأرصاد يعني اللي كتجدد في كل ثانية في كل دقيقة في كل نهار، ولكن يعني نخصوا الحدث في عيد المولد النبوي كتكون يعني خصوصا الأسحار ديال الجديد ديال القتل هي اللي كتكون مستهدفة الزوهريين أو الشرفاء في يعني في هذه الفترة هذه. حيت العيد المولد النبوي كاين الناس اللي كيستغلوه في ذكر وعبادة الله عز وجل يعني باش يستافدوا من ديك الطاقة الإيجابية، خلافا هناك كاين الناس اللي كيستغلوه باش يقوموا بجديد العهود والذبائح والزيارات، مفهوم، يعني الذرائح وقرابين للشياطين. الناس اللي كيتزير عليهم الحال كيكونوا يا كانوا كيديروا زيارات قبل الأضرحة وقطعوهم، يعني التجديد كيوقع عليهم في كل سنة، وفهاديك الظرفيه اللي كانوا كيزوروا فيها هذاك الضريح ملي كيقطعوا يعني القدم ديالهم عند ديك الزيارات فكيتجدد لهم هذا الامر كامل، وكتكون عندهم اصابات متعدده. فيما يخص هذا الامر اخي العزيز، شوف السحره هنا كاين ساحر عادي وكاين ساحر عليم. السحر هو كذلك علم، مفهوم، كاين السحر الابيض السحر الاحمر السحر الاسود، كاين اللي كيقول ان هناك اسحار مستحبه واسحار مكروه، خلافا ان السحر كله محرم، مفهوم، ما انزل الله به من سلطان. يعني فيما يخص هذا الامر ديال السحر اخي الحبيب، كاين اللي كيستغلوا يعني باش يعني باش يوصل الحوايج الخاصه ديالو، باش نهضروا يعني اكثر في هذا الموضوع، ماشي غير الناس الضعفاء او الفقراء اللي كيكونوا كيعانيوا من الاسحار، كاينين حتى الناس اللي كيكونوا مشهورين بزاف، مفهوم، منهم مغنيين منهم يوتيوبرز، اغلبيه الناس اللي كتكون عندهم مناصب فهما كياخذوا هذا السحر، مفهوم، كوسيله باش يوصلوا لذاك المنصب ديالهم، وكيوصلوه لانه كيقوموا مبايعه مع ذاك الشيطان، انهم كيبيعوا الروح ديالهم، وكيكونوا يعني كيستعملوا القبول او المحبه، مفهوم، وكيستهدفوا بعضياتهم. تلاحظ بعض اليوتيوبرز انهم كاين اللي كيطلع يعني في طرف في غمضه عين كيعاود ينزل، يعني كلها فين كيستغل هذا السحر هذا، لا ماشي كيتسحل باش يخدموا به، هذاك الشيء كيمشيو هما يقلبوا باش يخدموا به، يعني باش يزيد يتبسط لهم الامر اللي غادي يوصلوا ليه. نعطيك انا كمثال، الا لاحظتي الناس اللي كتكون عندهم مثلا محلات كبار او تيكونوا مشهورين عفوا، كيكونوا مركبين واحد الخواتم احجار كريمه، هذاك الخاتم كل واحد عنده خادم ديالو عليه ملك ديالو مختص بواحد الامر، يجلب ليه الرزق، يجلب ليه مثلا الشهره، او انه يصرف عليه مثلا الناس المحلات اللي كيكونوا حداه. كتلاحظ ان واحد المحل بالذات بالخصوص كيكون في الدرب مثلا او كيكون في شي مكان كيكونوا ماركات عالميه، كتلقى الناس كيتوجهوا مثلا لحاجه واحده، ما كيتوجهوش بزاف د الحوايج، ملي كيتوجهوا يعني بخصوص لهذاك مثلا عفوا مثلا قلنا مثلا حيت ماركه عالميه معروفه كيجيو ليه بزاف ديال الناس، كيكون عامل قبول او محبه لجلب يعني لجلب الكليان. هاد البرلمانيين كيستعنوا يعني شنقول لك كيستعنوا يقدروا يستعنوا بالروحانيين او الاقطاب، يعني ديك الساحر العليم، مفهوم. وهذا الامر مزيان ذكرت هذا السؤال هذا فيما يخص البرلمانيين، وكذلك فيما يخص الامر ديال الانتخابات، ان الاغلبيه ديال الانتخابات اللي كتكون مربوحه من الطرف الفائز بدون ذكر اسماء، سواء اللي نجحوا هاد الاعوام الفائته وانهم باقين في المناصب ديالهم، هذا كله يعود الى السحر، وهذا بدلائل يعني بدلائل وبراهين، ما كنهضروش يعني من الفراغ، مفهوم. كيتوجهوا مثلا للساحر كيحطوا يعني كيحطوا فلوس صحيحه باش يوصلوا لذاك المنصب ديالهم وكينجحوا، يعني مع ان الناس اللي كيكونوا كونتر ضد ديالهم كتلقى مثلا الناس كيصوتوا ليهم وكيخلصوا بزاف ديال المصاريف، لكن في الاخر كتلقى ذاك الشخص هو اللي ينجح. كيفاش دار لها امر علاقه بالسحر يعني بدون تفكير، ماشي السحر، راه السحر براسو خصو يكون عنده واحد الطاقات عاليه ويكون شريف ويكون باع راسو يعني الشيطان، يعني يكون كيخدم يعني خدمته مضمونه، يعني غتنجح ما كتعاودش، ماشي شغلك انت كتعطي الاموال وفلوس او كيديروا معاه شهريه. كاين برلمانيين يعني بدون ذكر الاسماء كنعرفهم، يعني كيديروا شهريه خاصه بعد الصحراء روحانيين شهريين، كيبقاو مقابلينهم غير هما في النجاحات ديالهم في البوز مثلا في يوتيوب او في يعني بصفه عامه في السوشيال ميديا. هو اخي شوف، هو الولي الصالح انه كيكون عبد صالح، يعني يعني الحياه ديالو كامله خولها فقط للذكر والعباده والصدقه، ما كان كيأدي حتى شي واحد، ولكن من يعلم ان هذاك الانسان اللي تما هو ولي صالح، العلم لله عز وجل، يعني الولايه ربي اللي كيعلم بها، يعني ذاك الانسان مشى تدفن تما صافي ولي صالح باخر عمل تعمل ليه، ما كيعرفش الانسان شنو كان كيدير قبل او شنو كان كيدير في الحياه ديالو، مفهوم. هذا الامر هذا مفرغ منه ما نهضروش عليه، امر اخر انه كيمشيو كيتبركوا منه كيطلبوا منه الدعاء مثلا، جا لك انت غادعي اخي واختي مثلا بالعلاج والشفاء،
من الافضل داك القربان اللي غتقدم به لهذاك السيد هو ميت. عفوا هو ميت ما عنده باش غيفيدك مفهوم، يعني تقدم به لله عز وجل هذا يكون افضل. هادشي كله شركه اخي الحبيب. وفي ذكر هذا السياق من الحالات المستعصيه اللي تيكونوا عندنا في المركز انهم تيكون عندهم علاقه بهذه الذبائح، لان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، الا ان يشرك به. انت كتمشي تذبح ذبيحه لغير الله، يعني انسان تيقول لا انا كنقلب مثلا انا بغيت نعاون بغيت نجب يعني ما بقيتش كنقدر مثلا الاولاد او كذا كتكون عندها التابعه كدير لها اسقاط الاجنه كتدور عند الاطباء كاملين ما كتلقاش شي حل، فلهذا كتجه الامر ديال الاضريحه انك تمشي تدوري فلان وتبركي به وتدعي بسميتو مثلا تدي ليه الذبيحه الفلانيه في النهار الفلاني تقوم ليه بالطقوس الفلانيه باش الانجاب ديالك رجع او الامور ديالك تيسر. راه اللي كيتغنى راه هذاك هو، هذا هو الامر اللي كنهضر عليه انا فين خصيت به المشاهير او ناس اخرين. يعني الغنى يعني الشيطان بحال اللي كيجي كيتبايع معك مفهوم، يعني الا تقربتي ليا بذبيحه شركيه اشركت بالله عز وجل نعطيك الدنيا وما فيها ديالك، وغير كيغرهم راه ما كيعطيهم لا الدنيا لا والو، غير كيذوقهم في البدايه كتبان لهم مزيانه من بعد ملي كيقطعوا داك الامر كيرجع لهم داك الشيء بالمساوئ مفهوم. يعني هذا الامر ديال كانوا ناس مثلا كانوا كيعانيوا مثلا حاجه مستعصيه ما كيولدوش مثلا وكانوا ناس ما كيمشيوش او عندهم شلل، هذا الامر كيختصوا به الابالسه خدام السحر هما اللي كيديروا هذا الامر او التوابع اللي كيكونوا شادين الشرفاء مفهوم. يعني الا ما تبعوهمش هما اصلا كيكون حاطينهم الطبق او يعني خصك تولي ساحر او ساحره ما تبعش الطريق ديال الله عز وجل، وليتي ساحره وساحره او انك وليتي متبع الشهوات والملذات فانت في الطريق ديالنا غنخليوك تولد. خويا هذا الامر ديال مراكز ديال الحجامه هو امر خطير، يعني انا كنتوجه الى كان شي مسؤول هذا الامر هذا خصو تكون رقابه على هذا الامر ديال الناس ديال الحجامه، هذاك الشخص اللي كيدير الحجامه شنو هما الشهادات اللي عنده شنو الموجب انه كيدير الشهاده، يعني واش كيكون دي سوا في هذوك الحوايج اللي كيدير بهم الحجامه كتكون رقابه لهذاك الشخص اللي غيجي يدير الحجامه، حيت ماشي غير اجي يدير الحجامه خصو تسولو واش عنده مرض السكري او عنده شي علل او امراض كي مثلا كيعاني منها مفهوم، عاد تجي دير ليه الحجامه. هذا سطحيا. فيما يخص الامر ديال الحجامه كاينين الناس اللي فاتحين مراكز للحجامه خاصه فقط باش ياخذوا الدماء ديال الشرفاء او الدماء ديال الناس اللي كيكونوا مباركين، يعني هاد المراكز ما كيكونش شخص واحد، كيكون يعني كاينين رؤوس منظمات خفيه وكتكون خارجيه وكاينه داخليه كذلك، لعمر حتى شي واحد ذكر هذا الامر هذا، كيكونوا حالين دوك المراكز مفهوم، كيجيو عندهم الناس كيديروا لهم الحجامه كياخذوا الدم ديالهم كيستغلوا بزاف ديال الامور، بزاف ديال الامور عنده علاقه لا بالاباليسه ولا في العوالم الخفيه، الناس اللي كيفهموا هاد الامور هادو غيفقوا شنو بغيت نوصل لهم، وكذلك الناس اللي كيكونوا مختصين بالكنوز، حيت باش يجبد مثلا كنز ضروري خصو الدم ديال الزواري كيتسهل عليه القضيه، يعني شنو غيدير غيلتجا لذاك المركز ديال الحجامه كيتبايع معاه في ذاك الدم ديال ذاك السيد كيتقضى به الغرض، وذاك السيد كتبقى حياته سبحان الله يعني في معاناه طويله. الرساله ديالي اخي الحبيب الله، يعني اول شيء الناس كنقول لهم اتقوا الله في انفسكم، ما تبقاوش تسحروا لبعضياتكم ولا بالحقد ولا بالغل ولا بالحسد، راه حتى واحد ما غيدي في الدنيا من غير داك الشيء اللي كتب ليه الله عز وجل.